كرة القدم العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع هذا العرس العالمي والمباراة العاشرة منذ انطلاقة هذا المونديال الذي نستمتع فيه ونستمتع به وتستمتعون معنا من دون شك مشاهدي الأفاضل. أكيد اليوم كذلك ستستمتعون بهذه المواجهة بين البلاعة الكرواتية والمهارة النيجيرية. في 5 مشاركات حقق 5 انتصارات 3 تعادلات و10 خسائر والانهزام بالفريد مديدي وانطلق سريعا من هنالك على اليسرى عن طريق فيريجي جو والتغطية الدفاعية كرة كرة يوصلها من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه ركيدي جو إلى الكرة والتغطية الدفاعية في المخالفة مرفوعة في القائمة الثانية تغطية دفاعية من هنالك عن طريق اللاعب فيدا تروح الكرة تلعب بينية ريبيتش يرجع للوكا مودريتش مرة ثانية والتوزيع القائمة الأول والدفاع يدخل تغطية دفاعية من أمام جو بميكالو خطيرة ميكالو سوباتشيتش خطف الكرة جو بميكال من دون خطأ في تقدير الحكم وإلا كانت ستكون خطيرة هذه الكرة بعد مرور كتيف تسديدة أخرى مباغتة هذه المرة كانت من قبل كراماريتش توزيعة كانت التمريرة كانت من راكيتيتش وكراماريتش في الكرة صعبة لوكا مودريتش يلعبها أرضية بعيدة إلى وخروج موفق يوصل موزيس يقول لك الحكم ليس هناك خطا يا فيكتور ليس هناك وراء التسلل دخل من هنالك هي قالوا ما زال هي قالوا يراوغ هي قالوا الدفاع وما زال الكرة في الركنية خطير جدا ان تسمي يا قالوا في دفاع منتخب كرواتيا التوزيع يا مانجوكيتش والتسديدة بابا بابا رائعة لعبة أخرى رائعة كراماريتش كاد يفتح مجال التسجيل لولا التغطية من عبد الله يرفع أرضية خارجة بالراس بابا طرحت سؤالا قلت لكم هل سيأتي الهدف الأول من أول ركنية على يسار الحارس أوزو فكانت الإجابة ثوانا بعد ذلك من لوكا مودريتش في اتجاه كراماريتش الذي يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 33 من عمر المباراة كرواتيا جول نيجيريا الزيرو كرواتيا جول يا جولو نيجيريا السفيد فيكتور مازاس يرفع الكرة عالية القائمة الثانية بالراس التسديدة من دون تغيير على مستوى التشكيلتين كرواتيا المتفوقة بسوباتشيتش في حراسة المرمى فيرس سارسوج لاعبين أمامه إلى وهو يدخل ويسدد وما زال دفاعهم قوي كرواتي وبالراس ولكنها جانبية هذه المرة لساحات أحمد موسى خورة خطيرة على الجهة اليسرى ولكنها بعيدة وراحت يسجل جول حتى على الجهة اليمنى من مرمى فرانسيس أوزو لوكا مودريتش يمنع التفوق العريض لكرواتيا بهدف ثاني هو الهدف رقم 2400 في تاريخ كأس العالم نعم هذا هو الرقم المنتظر 2300 كان من إمضاء جيرمان جونز الأمريكي أمام البرتغال في مونديال 2000